وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب الصحفي التركي مصطفى عزجان. مرحبا بك أستاذ مصطفى. أهلا، مرحبا. بداية أستاذ مصطفى، الرئيس أردوغان اليوم أعلن أن تركيا مستمرة لحين ينهي أهدافها من عملية نبع السلام. ألم تقطع العملية الطريق أمام دولة الميليشيات الكردية في الشمال السوري برأيكم؟ طبعا إلى حد كبير، الظروف الدولية إذا تسمح طبعا لتقدم قوات تركيا، هناك هدف كبير لتركيا لتجعل هذه المنطقة ممتدة 30 كيلومتر أو أكثر من 30 كيلومتر طبعا عمقا، منطقة الآمنة، مما يوفر فيما بعد لنقل بعض السوريين موجودين على أرض تركيا. إذا نعم، ستتمكن قوات تركيا لفرض عناصر وهدات وأشواب من هذه المنطقة. ربما يتبقى هناك ديوب، لأن هناك ألاعيب كثيرة بين، يعني مناورات كثيرة بين النظام السوري وبين وحدات مايشاب من جانب آخر. طبعا وحدات مايشاب تريد أن تحتمي بروسيا إذا لم تجد أي دعم من الولايات المتحدة الأمريكية كما تنتظر. لذلك يعني هناك مناورات كثيرة دبلوماسيا وسياسيا، مما يصعب على تقدم قوات تركيا، أو هناك صعوبات سياسية بدلا من الصعوبات العسكرية. هناك تقدم سريع حقيقة بسبب سهول الأراضي المتواجدة في منطقة شرق الفرات، ولكن هناك طبعا صعوبات دبلوماسية وسياسية في المشهد العالمي. طيب أستاذ مصطفى، يعني هناك اتهامات يعني توجه لتركيا، يعني وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو صرح بأن الدول الرافضة للعملية تريد تقسيم سوريا لزعزعة استقرار تركيا، لكن هناك مخاوف من عودة تنظيم الدولة من جديد. ما الضمانات التي وضعتها تركيا لمنع ذلك؟ طبعا بالنسبة ل تمدد أو انبعاث عناصر داعشية من جديد في منطقة مسيطرة من قبل الجيش التركي أو الجيش الوطني السوري، يعني تركيا تطاردهم، ليس هناك أي مصلحة لإبقاء وجودهم في مناطق مسيطرة من قبل تركيا، فإلا سيكون هناك ردة فعل من تجاه العالم. تركيا يعي ذلك، تعي ذلك بشكل كبير، وكذا ليس هناك مصلحة ذاتية لتركيا أصلا للإبقاء مثل هذه العناصر في المنطقة مسيطرة من قبل الجيش الوطني السوري وكذا من تركيا. إذا هذه الاتهامات أصلا تلفيقات، عبارة عن تلفيقات لا تستند إلى أي حقيقة. بالنسبة لاتهامات الآخرين، دول أخرى لتركيا على أنها تحتل مناطق في سوريا وغير سوريا، وهذا يعني غير وارد، على أساس هناك وجود روسي، وجود أمريكي، وجود فرنسي وغيرها. لا أحد يتهمهم بأنهم يحتلون أراضي سوريا، ولكن بالنسبة لتركيا هناك على الأقل بوائق شرعية لتركيا لتقدم قوات تركيا في هذه المنطقة، وجود عناصر منتمية ومرتبطة بشكل ما بحزب العمال الكردستاني. هذا يشار إلى وصول قوات تركيا إلى هذه المنطقة على الأقل، ولكن هناك إنهاز ضد تركيا مشيّس، أنا أعتبرها مشيّس، الذين لا يعارضون وجود قوات أجنبية هناك، فقط يعارضون قوات تركيا، وهذا ازدواجية. نعم سيد أوزجان، يعني أمريكا والغرب متمسكون تماما بدعم قوات سوريا الديمقراطية والميليشيات الإرهابية الكردية الأخرى على الأرض كما تعلمون، هل يعني ذلك عدم ثقة بتركيا أم زرع لكيان مقلق لها في المنطقة؟ الثقة وعدم الثقة لتركيا، أصلا أحداث تركيا معروفة، وعمريكيون يصنفون حزب العمال الكردستاني على أنها منظمة إرهابية، ولكن في الوقت ذاته هم يتمسكون بورقة الكردية على أساس طبعا ليجعلوا هذه المنطقة غلامية، إنما يريدون تقسيم المنطقة
يعني يستطيعون تقسيم هذه المنطقة مجددا أو يبتزون هذه المنطقة بسبب وجود مثل هذه العناصر. طبعا هم استغلوا دواعش، اليوم يستغلون وحدات مع الشعب ضد دول المنطقة، ليس فقط حصرا أو هكرا على تركيا ولكن على سوريا كذلك وعلى العراق وعلى إيران أيضا. إذن يعني هم فقط يرون هذه المنظمات على أنها عناصر مرتزقة وعناصر ربما لجعل هذه المنطقة منطقة ابتزاز ومنطقة طبعا متنازع عليها ومنطقة سهلة بالنسبة لدخول الغرب. نعم نعم، وصلت الفكرة. الكاتب الصحفي التركي مصطفى أوزجان، شكرا لانضمامك إلينا.